نروحوا لاخر فقره للبرنامج وهي فقره الالغاز. قول لي تسلكها شويه في الالغاز. شويه. صح. لغزنا يقول شيء لا يبتل حتى ولو دخل الماء. شيء لا يبتل حتى ولو دخل الماء. حتى لو دخل الماء. شيء. حجره. شنو هي الحاجه اللي ما تتشمخش حتى ولو كانت تدخل الماء؟ مثلا الدلو. الدلو يتشمى. تعطيني يعني بعض مؤشرات. هذه حاجة دائما تكون معك كي تمشي. ما تستعيش بصادق. لا لا هاك تغش. ما سمعتش. ماما ما سمعتوش. هيا خمم شوية. راح عودة. شيء لا يبتل حتى ولو دخل الماء. شيء لا يؤكل. لا يبتل ما يتشمخش حتى ولو دخل الماء. بديش حقول لك لوح. لوح يتشمخ. فلين. فلين يتشمخ. بوليستر بتي محمد راه غاتسال هذا شاطر شويه فيها بتاتو. وي وي شويه روتر داش. دوك نشوفك الى تلقى لنا الاجابه على اللغز تاعنا. شيء لا يبتل حتى ولو دخل الماء. كاينه حاجه ما تتشمخش حتى ولو كان ندخلوها في الماء. ما كاش حاجه اللي ما تتشمخش. سي كاينه حاجه. كاين بالك لا سيغاري لا فورمي العقرب. ما تعومش في البحر. العقرب سكوربيون. حاجة كي تمشي تكون معاك كي توقف تبان لك. ما كاينش حاجة اللي تدخل داخل الماء ما تمشي. أباري اللي كلمت العبد. أنت كي توقف في الأرض واش تشوف؟ شوف ظليلة ظليلة اللي ما تشمخش. شنو هي الحاجة اللي ما تشمخش حتى لو كان ندخلوها في الماء؟ إنسان ما يتشمخش. حاجة زجاج. زجاج زجاج يبقى هكا شغل ما يتشم ما يتشربش. صح. تحسي باللي وفيه الماء تحسي. لا لا هذه حاجة الظل. الظل الظل. هاي كنت حنعاونك يعني كي لقيتي الإجابة. يعطيك الصحة. شكرا لك. هاكي شاطرة في الألغاز. ها هو الظل. متأكد؟ أكيد 100%. على ما خممتش بزاف؟ يعني إجابة بسيطة وسهلة. إجابة صحيحة. يعني هاي الله يبارك عليك شاطر في الألغاز.